اهلا بيكم في تاتا مطبخ. النهارده هنعمل سوسيس بس من غير لحمه. عاملاه تحدي بيني انا وقناه عالم بره الدنيا. هنا معايا 3 بيضات، معلقتين كبار دقيق، 2 نستو، ربع كوبايه زيت، نص معلقه صغيره ملح، ربع فلفل اسود وبهارات فراخ، ونص مكعب ماجي، ولون احمر او لون دم الغزال. هحط في الخلاط كل المكونات ما عدا الدقيق، اضربهم حلو الاول وبعد كده هنزل بالدقيق. لكن لو حطيت الدقيق مع كل حاجة ساعات مش بيدوب ويكلكع معاكي. طيب لو لقيتي القوام تقيل، الدقيق زاد منك او حاجة، ممكن تزودي بيضة هتمشي معاكي القوام شوية. انا هنا حاطه 3 بيضات عشان ده بيض بلدي، لكن لو بيض ابيض هما بيضتين كفايه انه بيبقى كبير. هنا بقى بجيب استرتش اللي هو رول استرتش واحط فيه الخليط والفه صوابع كده زي ما انا عامله. اهم حاجه ان شاء الله تشوفوا الفيديو بتاعي وفيديو قناه عالم بره الدنيا وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو التحديات عجبتكم ممكن نعمل كده على طول. وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو السوسيس بتاعها في صندوق الوصف. هنا بيكون القوام مش سايل قوي وبرضه مش جامد قوي، هلف كده في الاسترتش عشان يديني الشكل بتاع السوسيز. اهم حاجة بقى وانا بقفل وهربط من الجوانب، فما اقفلش مربطش الرباط، يعني العقدة ما تبقاش على الاخر، لازم تبقى على الطرف عشان لسه لما يستوي هينفخ معايا اكتر فما يفرقعش معاكي جوه الحلة. يعني شوفوا الفراغ اللي انا سايباه في العقدة زي ما قلتك عشان ما يفرقعش. هنا بقى بجيب فويل والف فيه السوسيز امان برضو ويستوي. في الوقت ده انا حاطه حلة على النار تغلي فيها مية بس، مش حط اي اضافات، بس للأسف المقطع ده ما تصورش. هلفهم كلهم كده بالفويل وهحطهم في الحلة عنه. لازم الحلة تكون بقد السوسيز عشان يبقى يستوي، وكل شوية كده اديله تقليبة في المية عشان المية تغطيه من كل الجوانب. سبته على النار ساعة الا ربع، سوري ساعة. ممكن قبل كده لو عاملة الصوابع بتاع السوسيز ارفع، بس خليكي في الامان وخليه ساعة. يعني بطلعه من المية على الرخامة كده يبرد براحته، بعد كده بدخله التلاجة يبرد حلو قوي، لانك لو قطعتيه وهو سخن او استعملتيه وهو سخن هتلاقيه بيتفتفت معاكي ومش حلو ابدا. ممكن تدخلي التلاجة ساعتين او حاجة وبعد كده تطلعيه تقطعيه. احطهم بقى في المية، ده شكلهم بقى بعد ما بردوا. انا عاملة كمية صغيرة مش عاملة كتير. قطعت ده كده هعمل بيه بيتزا ان شاء الله في وصفة تاني. وبقى ان شاء الله الصورة اللي جاية دي فيها صورة السوسيز اللي انا عاملاه اللي جنبي وردتين ده، والتاني بتاع عالم برا الدنيا. ان شاء الله تجربوا الوصفة دي ووصفة جوجا، وان شاء الله تعجبكم وتابعوني على تاتا مطبخ. باي.